احنا 250 270 هذا البيت طابقين. شوف الصبة ما له طابق الثاني واقع على الاول. هذا المجال عمار يعني هاي يمكن 260 بيت هاي المهدمة. الأستاذ نور الدين قبلان نائب رئيس المجلس والأستاذ لقمان الرشيدي عضو المجلس ونشكرهم على زيارة القرية ونطلب منهم يد المساعدة. هاي القرية مفلشة ماكو مأوى للمواطنين، أريد يد المساعدة، خيام كرفانات أو كل عائلة 2000 بلوكة وطن سمنت حتى يبني له مأوى. جاي الشتاء والعالم تعبان، أشوف عتنظف البلوك يقضب له عامل حتى ماكو وينظفون هذا البلوك وما قاعد يطلع. يعني هاي القرية يرادلها، نطلب منهم أن جهد هندسي يرفع لنا هذا الإنقاذ، لأن هذا الإنقاذ زحمة رفعوا على المواطن، واليوم 4 سنين العالم ما عدها درهم لا شغل ولا عمل. عدد سكان القرية عدد سكان القرية 1260 نسمة. كم بيت مهدم؟ البيت أكثر من 210 بيت مهدم. والله منها لا احنا يعني بعد هذا الساس تركي بقى أنا أحد سكان هاي القرية وأني عضو مجلس قضاة الكيف، وهذه داري اللي تشوفونها، فارتيت أنه أبني هاي الخيمة حتى أهل القرية يشوفوني ويشوفون الناس اللي مثلا الوجهاء اللي بالمنطقة يرجعون للمنطقة حتى يرجعون. بس احنا مش عندنا مشكلة واحدة، انه يرادلنا سكن لهاي الناس. هاي الناس ما عندها امكانية، انا عندي امكانية ان ابني هاي الخيمة، لكن ما عندي ما الكثير من ربعي ما عندهم امكانية، يعني لقمة الخبز يلا مدبرها هو. شو اسمها القرية؟ عمار كبر، قرية عمار كبر. كم عدد السكان هنا كانوا؟ والله بال 200 عائلة، يعني كان بال 200 عائلة، أكثر من 200 إلى 250 عائلة. عدد البيوت المهدمة؟ 250 كلها يعني مهدمة كلها ما عدا الجامع باقي. هذا إنقاذ كله. طبعاً برفقة السيد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى أستاذ نور الدين قبلان، حيث التقينا بالسيد مدير الناحية، وكذلك التقينا بالمخاتير في القرى، وكذلك التقينا مع وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة. هناك بعض القرى قد أبيدت بالكامل، وبعض القرى هناك أضرار بنسب متفاوتة. الآن نحن في قرية سيمحلة، بدأت العوائل ترجع في إمكانياته البسيطة لتنظيف وترميم بعض ما تبقى من مخلفات لإعادة البناء القرى وإعادة العوائل إلى مناطقهم سكناهم القديمة. لذا نحن نطالب مدير بلديات نينوى السيد عبد القادر بتوجيه حملة جهد خدمي وهندسي كبير إلى هؤلاء القرى لرفع الأنقاض وفتح الطرق ليتسنى للعوائل إعادة بنائهم وإعادة استقرار في هذه المنطقة. في هذه الناحية هناك معاناة كبيرة وهناك مأساة، وخاصة في القرى المهدمة الستة التي زرناها اليوم وقد اطلعنا على الكثير من الأمور. هناك أمر مشجع هو أن هناك إصرار من قبل أهالي هذه القرى على العودة وإعادة بناء قراهم وإعادة بناء دورهم وبيوتهم.
نحن كمجلس محافظة نينوى كحكومة محلية يجب علينا أن نمد يد العون إلى هذه الناحية وإلى قراها المهدمة خاصة، وأيضا هناك أيضا معاناة في داخل مركز الناحية من ناحية الخدمات. نحن من خلال لقائنا وتشاورنا مع السيد مدير ناحية وانا وكذلك السيد رئيس مجلس وانا وعدد من أعضاء المجلس اتفقنا على خطة معينة سوف نبدأ بها إن شاء الله من الأسبوع القادم في الأيام القادمة القليلة. وأيضا أنا من خلال هذا المنبر الكريم أناشد وزارة الهجرة والمهجرين بضرورة توفير الخيم لأهالي هذه القرى المهدمة الذين هم حاليا في العراء. المعاناة هي يجب أن تصل إلى الجميع، يجب أن تصل إلى الحكومة الاتحادية في بغداد لأن الأمر كبير جدا وتحتاج إلى دعم دولي. أيضا يجب أن يكون هناك دعم من خلال منظمات الدولية وأيضا الأمم المتحدة. شكرا جزيلا لقناة الموصلية التي رافقتنا والتي دائما هي السباقة في نقل معاناة المواطنين من جميع أهالي محافظة نينوى. تم إجراء جولة موسعة في عدد من القرى التابعة للناحية، تم بعد ذلك عقد اجتماع موسع لمجلس الناحية وكذلك إدارة الناحية مع السيد نائب رئيس المجلس والأستاذ لقمان الرشيدي، تم خلاله طرح احتياجات ومعاناة القرى التابعة للناحية حيث هناك حاجة ماسة للكثير من الخدمات في قطاعات الكهرباء، قطاع التربية، قطاع الصحة، قطاع البلديات. ننتهز هذه الفرصة لنناشد مجلس المحافظة وبلديات نينوى وكافة الدوائر ذات العلاقة بمد يد العون والمساعدة لأهالي القرى من خلال التخفيف عن معاناتهم، من خلال توفير الخدمات في مجال البلديات من رفع أنقاض وغيرها، وكذلك خدمات المجال التربوي والمجال الصحي.